الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة اليوم العالمي للممرضة والممرض، تنقدم التحية التقدير وإجلال لهذا الطاقم التمريضي اللي أدى الواجب ديالو على أحسن ما يرام في التدبير ديال الجائحة، رغم النواقص اللي كتعيشها المنظومة الصحية، فبالتالي نتائج جد قيمة. هذه التضحية الجسام اللي قام بها هي يالله اللبنة الأولى اللي غادي نبني بها مستقبل جديد إن شاء الله، لأنهما كيشكلوا الزاوية، الحجر الزاوية في هذه المنظومة الصحية، فبالتالي لازم نحييهم ونزيد نعطيهم واحد الأمل أننا مستقبلا غادي نخدموا اليد في اليد باش نبنيو مستقبل أفضل إن شاء الله، منظومة صحية جد متينة وكذلك اللي هي جذابة ومحفزة لجميع الطاقم التمريضي. وزارة الصحة كتبقى كتخدم معهم جنب إلى جنب في إطار تشاركي، واليد في اليد غادي نقدروا نمشيو للنتائج أحسن إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا.